شكرا. الصورة غنية على كل تعليق. إذن مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، كيف تابعتوا معنا؟ كنتواجدوا بواحد بمنطقة مولاي رشيد، جولة ليلية الساعة تشير إلى 10:45. كيف كتشوفوا الناس باقيين خارجين، محلات تجارية مفتوحين، أصحاب السندويشات كيترزقوا الله على راسهم، الله يسهل عليهم. كل شيء موجود إلا الحجر الصحي اللي ما موجودش في هذه المنطقة هذه. شارع كبير، مول ساندويش باقي حال، مشوات كاع، شريك فيه تاي طيبك، مرحبا. إذا صافي، الحجر الصحي ترفع في منطقة مولاي رشيد، مبروك عليهم. مول ساندويش آخر. جا هو فاتح، ناس خارجين، لا شيء يوحي
هنا نأتي على نهاية هذا المباشر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.